اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرجع على الموقنين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرجع على الموقنين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم يا ربنا يا
صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد
محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على صلي على محمد يا ربي صلي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. عيني لغير جمالكم لا تنظر، عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا لا يحضر. فإذا لفظت ففي حديث جمالكم، وإذا سكنت ففيكم أتفكر. غبتم فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري، غبتم فغاب تواجدي عن ناظري. فلذلك عيشي بالفراق مقدر، حبي لكم طابع بغير تكلف. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، حبي لكم طبع بغير تكلف. والطبع في الإنسان لا يتغير، صبرت قلبي عنكم فأجابني. لا صبرني لا صبرني لا صبر لي لا أصبر، لا صبر لي لا 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 صبر لي لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري. أموت وأشر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبي لكم طابع بغير تكلف. ألم يردك الرحمن في صورة الضحى، ألم يردك الرحمن يا حبيبي يا حبيبي في صورة الضحى، ألم يردك الرحمن يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي، ألم يردك الرحمن في صورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا مؤذب. أترضى يا أبا الزهراء، أترضى يا حبيبي، أترضى يا حبيبي حبيبي يا حبيبي، أترضى يا حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب؟ أترضى مع الجاج العريض ضياء أنا ونحن إلى أعتاب بابك نوسب؟
إذا كنت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله محمود المقام فإن لنا على ثقة أليس منا مخيب دعوت فلبيناك سمعا وطاعة لبيك رسول الله لبيك رسول وحاشاك يا سيدي حاشاك أن ندعوك ثم نخيب يا سيدي يا رسول الله مالي سواك ولا
My
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبحه الآفل والمائل والضالئ والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدل الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب ترجيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وأروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كريم بصير
بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب آجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب لا أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أدينه أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تدله الغمامة تضيئه السحائب فجري الجبين ليلي الدوائب ألف الأنف ميم الفاء نون الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع انتباك ساقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الدب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تدهر بركتهما في المطائم والمشارم قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن لخدمة
محمد على الدوام مراقب إن أودي يعفو ولا يعاكب وإن خوسم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم أرائس مآني أجل الأحباب المأسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى قدرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا ستر ولا حجاب فلما أنا أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بالمرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتأني والبشارات فإن نور المسود وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأنقله يتيما وأطهر أهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاندج الأرش دربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وأنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام أمره فلما ازددت بأنطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمدا كأنه البدر في تمامه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا صلوات الله عليك
شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وخالي رسول الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيب يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام الكبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حلت بصرى إلا إليك والغمام قد أضلت الله الله صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا الله الله مرحبا وتذلل بين يديك والتجارد يا حبيبي الله الله عندك طبي النفور مرحبا يا نور العين وسلام الله الله مرحبا يا خير داعي عندما شد المحامل وزال تولي الرحيل جزاهم وجمع السائل كيف لي دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
العشي والظهر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu sallallahu alaihi wa sallam wa yarju rahmatahu ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa ashabihi as-sadiqin ala manhajihil qawim. Ij'alna ya Allah wa auladana wa walidina wa talamidana ya Allah min khiyar ummati wasturna wa iyyahum bi dhayli hurmati wahshurna ya Allah wa iyyahum ghadan fi zumrati واستعمل ألسنتنا وألسنتهم في مدحه ونصرته وأحينا اللهم وإياهم متمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم وطاعته وأمتنا اللهم وإياهم على حبه صلى الله عليه وسلم وجماعته اللهم أدخلنا وإياهم معه صلى الله عليه وسلم الجنة فإنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخلها وأنزلنا وإياهم معه صلى الله عليه وسلم في كسورها فإنه صلى الله عليه وسلم أول من ينزلها وارحمنا وإياهم يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا وإياهم زيارته صلى الله عليه وسلم في كل سنة اللهم ارزقنا وإياهم زيارته صلى الله عليه وسلم في كل سنة اللهم ارزقنا وإياهم زيارته صلى الله عليه وسلم في كل سنة ولا تجعلنا وإياهم من الغافلين عنك ولا عنه صلى الله عليه وسلم قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا وإياهم إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا وإياهم لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا وإياهم لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا يا الله وإياهم بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا وتوفيتهم فتوفنا وإياهم غير مفتونين ولا مخذولين واخدم لنا ولهم منك يا الله بخير أجمعين اللهم اكفنا وإياهم شر الظالمين واجعلنا وإياهم من فتنة هذه الدنيا سالمين 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 اللهم اجعل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الشفاعة.